أيضا في السياق ذاته ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد البطوطي الخبير السياحي. دكتور وليد أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. يعني خليني أتكلم بشكل عام في التفاصيل الخاصة بالسياحة الطبية والسياحة الاستشفائية، أتكلم عليها يعني وعلى مكانتها في الداخل المصري. دكتور وليد، أنا بس للأمانة العلمية أنا مش دكتور، بس عشان أنا قلت للإعداد كده قبل الهوا فأنا مش دكتور. دي للأمانة مفيش مشكلة يا فندم. الله تفضل. شكرا. شوفي حضرتك، احنا عندنا نوعين من السياحة دي، في السياحة الاستشفائية والسياحة العلاجية. وللأسف الشديد احنا لم نقم بالدور الكافي للدعاية ليهم. يعني في فترة من الفترات مصر كانت لها الريادة تقريبا في العالم كله في علاج اللي هو الكبد، كان على علاج الكبد، كان مصر اللي هو عملوا برنامج كان اسمه توران كيور، كانت الناس تيجي تعمل يعني زي رحلة، وأثناء ما بياخد الكورس الدوائي اللي هو العلاج الهيباتيتس سي أو فيروس سي، كان الناس كانت بتاخد رحله ومصر كانت ناجحه فيه، ولكن الدعايه ما كانتش بالحجم الكافي. نيجي لحاجه ثانيه، وهي مصر فعلا فيها اماكن كثيره جدا لعلاج الصدفيه، وبالذات ناحيه سفاجه. في يعني ضيفك اللي قبل كده قال واتكلم غطى النقاط دي، اللي هي الاماكن اللي في مصر، اذا كانت سيوه او سفاجه او حلوان او، لكن هل احنا قمنا بواجبنا او بدورنا في الدعايه ليها؟ يعني انا اقول لحضرتك على حاجه، هناك بعض من اطباء الاسنان في مصر هم اللي بيعملوا دعايه لنفسهم بشغلهم، وطبعا المنافسه السعريه والارقام، وبدا يبقى لينا ناس بتيجي في لهذا الشان، يعني صحيح هذا الموضوع. ف يجب على الدولة ان احنا ان تهتم بس في حتة الدعاية او التغطية عن الامور دي. يعني طيب احنا بنتكلم يعني مع حضرتك يا استاذ وليد يعني للتوضيح اكثر عن الصورة، وطبعا يعني سواء اللي بيشوفنا في الداخل المصري او خارج المصري بيعرف يعني عن هذه الاماكن او ما يتعلق بما يسمى بالسياحة العلاجية. انا عايز اتكلم مع حضرتك عن واحد سيوة، يمكن حضرتك ذكرتها في سياق حديثك ايضا للترويج ليها يعني اثناء الحديث، هي من الاماكن اللي بتميزنا في مجال السياحة العلاجية. ايه الخدمات اللي بتقدمها المراكز العلاجية في واحد سيوة واللي بتشكل عنصر جذب للسياح أو حتى للمواطنين؟ ما هي الدفن في الرمال وفي المياه، يعني العيون اللي موجودة هناك، ولكن يعني أنه عشان نبقى في مركز طبي موجود بدكاترة، لا يعني الكلام ده هي كده حاجات كلها يعني اجتهادات. لكن ان احنا نقول في مستشفى او في مشفى معين، وبعدين لازم خط الطيران يشتغل لانه المشوار بعيد شويه، الطريق بعيد شويه، فعشان نسهلها على السائح انه ممكن يروح وفي اي لحظه لو هو مش مبسوط يقدر يرجع برضه بسهوله، يبقى في خط طيران في مطار موجود هناك ممكن يتم استخدامه. بالفعل بيتم استخدامه من خلال طائرات اللي هي الطيران العارض الخاص، ولكن لو في خط دوري وسيوة موسمية. يعني أنا كنت سامع حضرتك برضو بتتكلمي في النقطة صحيح. دي سيوة بتنفع في الشتاء أكتر، جواها في الصيف بيبقى يمكن صعب شوية، فهيكون في منتهى الصعوبة، مما لا يدع مجال للشك أن الدولة النهاردة بدأت تتجه اتجاه جديد خالص، ألا وهو تعظيم العائد الاقتصادي من السياحة. يعني احنا عندنا سياحة وعندنا امكانيات، طيب هنجيب بيها، يعني لازم نجيب بيها فلوس كويسة تتوافق مع اللي عندنا. احنا حتى هذه اللحظة ما بنجيبش بنتكلم عن سياحة المؤتمرات وبنتكلم عن السياحة الاستشفائية، ودخلنا دلوقتي في العلاجية، ودخلنا في حاجات تانية كتيرة خالص غير الثقافية والترفيهية. الترفيهية اللي هي الشواطئ، الثقافية اللي هي زيارة المعابد والآثار والكلام ده كله. هل اتفضل يا فندم. هل احنا في الفترة الجاية دي عاوزين نعظم كل الحاجات دي كلها ونستفيد منها؟
لازم يكون في تغطية إعلامية صحيحة، وكمان لازم يكون في اتباع يعني كل الوسائل اللي هي بتوفر. عشان نتكلم في الناحية العلاجية لازم يكون عندنا النواحي الطبية اللي على أعلى مستوى. احنا مين يا فندم من يعني الدول اللي بتنافسنا في هذا المجال؟ لا، في دول، يعني انت عندك مثلا كارلو فيفالي، دي بتتكلم في الناس اللي رايحه تعمل حاجات للعضلات وللظهر، ودي مثلا من الدول اللي هي عندها منتجع دخله يعادل دخل دوله سياحيه. عشان بس نتكلم يعني ان الناس دي عملت الدعاية السليمة وعملت الخدمات السليمة، فالفنادق بتاعتها شغالة على مدار السنة. في دول تانية كتيرة طبعا. بص هيك المنافسة، كله بيحاول ينافس، لأنه تاني مصر من الدول اللي عندها حاجات مش موجودة عند حد، زي الأهرامات والكرنك والأقصر وأبو سمبل والآثار دي. الجو بتاعنا حتى في الصيف على فكرة كويس جدا. الكلام ده كله بيوفر او بيديكي دافع، بس لازم بقى اوصل، لازم اعرف الناس بره. احنا مع حضرتك بنوصل يعني، والحقيقه يعني بنتكلم عن فكره السياحه العلاجيه. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ وليد، استاذ وليد البطوطي الخبير السياحي، كنت ضيفي عبر الهاتف. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.